ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر وارحم شيخ نوح مزاتا باتي اللهم ادخله جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم غسله بالماء والثلج والبرد آمين ونكه من الخطايا والذنوب آمين كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس آمين اللهم أبدله دارا خير من داره آمين وأهل خير من أهله آمين وكه عذاب جهنم اللهم ادخله جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم وإن كان محسن فزد في إحسانه آمين وإن كان مسيء فتجاوز عنه إنك أنت الغفور الرحيم آمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين آمين الذين شهدوا لك بالوحدانية آمين ولنبيك بالرسالة آمين وماتوا على ذلك آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين وعافهم وعاف عنهم آمين واكرم نزلهم آمين ووسع مدخلهم آمين ونكهم من الخطايا والذنوب آمين كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس آمين وارحمنا اللهم إذا صرنا يا رحمن آمين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه آمين يا رب اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه آمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه آمين اللهم إز الإسلام والمسلمين آمين اللهم إز الإسلام والمسلمين آمين وأذل الشرك والمشركين آمين اللهم انصر دينك وكتابك آمين. وعبادك المؤمنين آمين اللهم انصر دينك آمين. وكتابك آمين. وعبادك المؤمنين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين آمين. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا آمين. ومن كل ضيق مخرجا آمين.
ومن كل بلاء عافية آمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد آمين يعز في أهل طاعتك آمين ويذل في أهل معصيتك آمين ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر آمين إنك على كل شيء قدير آمين اللهم يا سامع الدعاء يا الله اللهم يا سامع الدعاء يا الله ويا دائم البكاء يا الله ويا واسع العطاء يا الله يا من نجيت موسى من تابوت يا الله